حضور كريم، تحية للمشاركات المطالبة في شركة المهرجان، تحية الجمعية الوطنية تحت رئاسة ديال البطلة العالمية سلوان. نقدم نفسي أنا شريفة مسكاوية، بطلة سابقة للعام السبعية عدة مرات، بطلة إفريقية وحامل لقب القياس الوطني لهذا النوع من الألعاب السبعية، وحاملة ميدالية الذهبية للألعاب بحدود التوسط اللي جرت في المغرب 83. وكان من هذا المكان الجميل اللي كانت فيها التظاهرة كان نشجع الشباب والشابات باش يمارسوا الرياضة وياخذونا احنا كعبرة بطلات وأبطال سابقات، باش إن شاء الله تكون نتائج جد مشرفة لأن المغرب الحمد لله في التقدم. المشكلات ليك يعني التكريم ديال اليوم شنو هو المشكل؟ الحقيقة هو جدت لي واحد الحيوية ونشاط، وكان لقاء قوي مع البطلات السابقات والذكور وإناث، وكيخليك كله حماس وجوع، وكنعاود نجدد مرة أخرى الكلام ديالي، وكنحيي مسعود بوان على هذا المجهود الكبير اللي كدير، والتوفيق إن شاء الله في المسيرة.